أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج قضايا معاصرة، وباسمكم نجدد الترحيب بالشيخ دكتور حسين البرزنشي. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور، مرحبا. اليوم نريد نسلط الضوء على ثلاثة مفاهيم هي متقاربة بصراحة، وربما ينظر لها في مجتمعاتنا نظرة مختلفة أو نظرة جدلية، خلينا نقول، اللي هي الشهادة والعلم والثقافة. ونبدأ في موضوع أنه هل الإسلام يشجع على طلب العلم وطلب يعني خلينا نقول المعالي والاستزادة من الثقافة؟ نعم صحيح، عندنا نحن آية صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: وقل ربي زدني علما. لكن الإكثار من الشهادات، الإكثار من الثقافة، نوع الثقافة وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أثنى على العالم أو أثنى على الذين يعلمون، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بل بعض الأحيان حصر الخشية في العلماء، طبعا علماء الدين، يعني في هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هنا متأخر يعني يصير. فيعني الله سبحانه وتعالى أثنى على العلم، والشريعة الإسلامية تحث على العلم، والشريعة القرآنية والقرآن والسنة النبوية والعلماء يحثون على العلم. أي علم يا دكتور؟ العلم التخصصي، إن كنت أنت تخصص في تفسير القرآن الكريم أو في الفقه، ذاك يتخصص في مواضيع الطب وعلاج الإنسان، وذاك يتخصص في العمران. هذا العلم الشريعة الإسلامية حثت عليه. ومن الوهم من يظن أن الشريعة الإسلامية تقصد بالعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنها تقصد بالعلم العلم القرآني فقط، هذا مو صحيح. وإلا ترى ما صارت الحياة، يعني من يبني الشارع يسوي الشارع، ومن يسوي الكهرباء، ومن يسوي اليوم المستحدثات الموجودة، لولا أن الشريعة الإسلامية أحثت على العلم القرآني أو الشريعة الإسلامية فقط. لا، أحثت على العلوم الإنسانية خلينا نسميها، والعلوم المهارية بشكل عام، والعلوم المدنية الموجودة، والعلوم الشرعية طبعا. يعني ضروري أن في كل قرية في كل منطقة هناك شخص متفقه نأخذ منه أمر ديننا، يعني هذا الأصل في مفهوم العلم. ولكن للأسف حصر مفهوم العلم في جانب من جوانب خلينا نقول الحياة، طبعا هذا مو صحيح، وهذا يكون سلبي. على سبيل المثال يأتي الطبيب يقول كل العلوم لا شيء أمام الطب، وهذا مو صحيح. يأتي المهندس يقول كل العلوم لا شيء أمام الهندسة، هذا طبعا مو صحيح، وهذا طبعا نوعا ما ده يصير يعني. أو يأتي حتى أبو الشريعة يضرب كل العلوم ويعتبرها علوم تدخلك إلى النار، البعض يظن هكذا، وهذا طبعا مو صحيح. يعني هذه العلوم، أي علم فيه خدمة للإنسانية، فيه خدمة للناس، هو علم محمود. صحيح. طبعا أنا أذكر في هذا الشأن في قصة آدم عليه السلام أن الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أنه أسماء الأشياء، وهذا من العلوم العظيمة، بل هو تقريبا أساس علم كل شيء. يعني أسماء الأمراض وأسماء الأدوية مثلا في الطب، هي أسماء الأشياء. يعني بالهندسة أسماء كل ما يتعلق بالهندسة، وأسماء في الأحياء وفي الفيزياء والكيمياء، أسماء الأشياء، هذا من العلوم المهمة والعظيمة، وربما هو أصل كل العلوم. فالله عز وجل هنا يعني لم يخصص وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أين مواضيع الشريعة في هذا الأمر؟ طبعا يعني حتى العلماء يقولون عندما علم آدم الأسماء كلها، علم مثل هذه شجرة، بالضبط، نعم، مثل هذه حجرة، نعم، مثل هذا أرض، هذا سماء، يعني الأشياء هي بعيدة كل البعد عن التخصصات الشرعية مثلا. صحيح. نقول صحيح. حتى لم يعلمه كيف مثلا، وإن كان ما في صلاة مثلا، كيف يتطهر، كيف أمور أخرى، يعني ما موجودة أبدا يعني. فإحنا هذا المذموم نقول عليه الدكتور، أن تحصر الفائدة وتحصر الجنة بعلم خاص، هذا غير صحيح بالشريعة وغير موجود بالشريعة الإسلامية أبدا يعني. صحيح. طيب موضوع الشهادة دكتور، يعني ما يترتب على طلب العلم هي قضية الشهادة، وربما حتى قضية الإجازات الشرعية في يعني في الموضوع الشرعي، يمكن إحنا عرجنا على هذا الأمر ربما في حلقات هذا الموسم، ولا بأس من التكرار لبعض المعاني. قضية الشهادة، يعني
ينظر لها ليس على أنها مثلا خلينا نقول شهادة في أنك اجتزت علما ما، ولكن لا تأخذ قضية الفخر وقضية أنه واحد مثلا يخلي أمام اسمه حرف الدال باعتبار أنه ماخذ دكتوراه مثلا، أو قضية الماجستير، أو يكثر من موضوع التخصصات فقط لأجل أنه يقول أنا عندي أكثر من تخصص دون يعني جني قيمة حقيقية للعلم وللدراسة اللي درسها. دكتور، إذا كانت هناك، اقتبس من كلامك عبارة، إذا كان هناك جني حقيقي وقيمة حقيقية لما يدرس، هذا شيء رائع جدا. ولهذا يوسف القرضاوي رحمة الله عليه عنده عبارة رائعة في أحد كتبه، يقول احترم التخصص. يعني خلاص أنت تتخصص في عنب، بس يجب أن تعطي حق هذا التخصص اليوم اللي دا يصير. يعني للأسف الشديد وغص في قلوبنا، يعني الحمد لله، يعني موضوع الشهادة أصبحت موضوع مقياس في المجالس، مقياس في القنوات، مقياس في حتى على مستوى الاجتماعي. يعني بغض النظر هذا أعطى حقيقة تخصص أو لم يعطي، بل أنا أقول ومسؤول عن كلامي، الكثير لم يعطي حقيقة تخصصه. يعني كم رأينا من كلمة أستاذ في العلوم، في علوم الحديث مثلا، أو في مصطلح علوم الحديث، أستاذ في أصول الدين، أستاذ في الفقه الإسلامي وأصوله، أستاذ حقيقة عندما نجلس معه هو أبجديات أصول الفقه لا يعرفها، وأنا مسؤول عن كلامي طبعا وأعرف بالأسماء. صحيح. يعني تجلس معه في الفقه هو يعني أبجديات الفقه بسيط جدا بسيط. فكلمة أستاذ في الفقه الإسلامي أو بروفيسور في هذه الأسماء حقيقة يجب أن لا نصدقها في داخلنا. يعني هذه نعتبرها مسائل، خلني أقول ممكن تطور المعاش مالتي، ممكن تأهلني أن أكون تدريسي في الجامعة أو الكلية الفلانية، أما أن أصدق نفسي في هذا الجانب هذه مشكلة كبيرة جدا. فهذه تحتاج إلى حل. نحن نناشد الجهات المختصة أن تدخل التخصصات دورات في تخصصاته. خلاص هو أخذ الماستر وأخذ الدكتوراه في تخصصي، أنه ما أعرف الدخلة معهد تخصصي، الدخلة تطوير دورات في تخصصه، يكون بارع في تخصصه. وإلا مشكلة، بعض البنات وبعض الشباب يسألوننا شيخ أخذنا في الدرس الفلاني الأستاذ الفلاني موضوع معلومة مغلوطة تماما، يعني تماما مغلوطة. حتى ننصف، الذي يأخذ الإجازات العلمية عند المشايخ يدرس أصحاب الركب احنا نقول، طبعا ينكر على الشهادات، والذي يأخذ الشهادات الأكاديمية ينكر على الإجازات العلمية بعضهم. طبعا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، الجمع بينهما صحيح، والجمع بينهما ممكن، والجمع بينهما ضرورة أصبحت شرعية حتى يعم العلم والفائدة للناس جميعا. يعني طيب، قضية الثقافة ولو هي يعني مصطلح واسع نوعا ما، لكن اليوم من الذي نستطيع أن نقول عنه أنه مثقف أو مثقفة؟ طبعا في السابق هذه اللفظة كانت لفظات وقفية، يعني كان يطلق على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يطلق على العالم الكبير الذي لا يعقب على فتواه. هذا حتى إلى زمن العثمانيين موجود، إلى 1925، بل حتى إلى 1975 في العراق موجود، كان أمجد الزهاوي يطلقون عليه شيخ الإسلام، إلى أن توفى الله تعالى، توفى الله، جاء بعده الشيخ عبد الكريم يارا. يعني مجتهد مطلق، يعني أي كان يعتبره مفتي نسميه أو شيخ الإسلام. يعني كانت الدولة العثمانية أنذاك، يعني الشيخ الإسلام أمر مهم جدا. بل قبل الدولة العثمانية، يعني كان في أحد القرون، كان يلبسون الفينة دكتور، الفينة اللي هي طربوش الأحمر وعليه. هذا أول ما فعله أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، قال حتى يميز العالم وطالب العلم عن غيره، يعني الذي يحق له الإفتاء ويحق للناس أن يسألونه، فأوجد الفينة. بعد ذلك أوجدوا عبارة مفتي الديار، مفتي الديار الفلانية ومفتي الديار العراقية وغيرها، هذه في أواخر القرن العشرين يعني أوجدت، يعني وكان بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية كان، أو من الوالي، من السلطان، من الخليفة كان هذا المهم. بعض إلى 1975 خصوصا في العراق ومناطق العراق، شمال العراق ومناطق بلاد الشام، كان يطلقون عبارة الملة أو الملة، احنا نقول عليه الملة، يطلق على الإنسان المثقف والذي يجوز أن تستفتيه. يعني
إلى الحمد لله بعد 1900 و2003 يعني مع الأسف يعني أصبحت عبارة شيخ تطلق على كل شخص يعني إن كان مثقف، إن كان عنده علم، ما عنده علم، يلبس العمامة، غير لابس العمامة، يطلق الشيخ على أي إنسان يصلي بالناس أو يرتقي المنبر. طبعا بالمناسبة هذه اللفظة يستهان فيها فقط في الأوساط الدينية، بينما الطبيب الدكتور لا يقال له دكتور إلا أن يكمل مجموعة من الدراسات أو من الكورسات. حتى موضوع المهندس، حتى موضوع إلا في التخصصات الإسلامية يعني هناك زهد في موضوع المشيخة، بحيث أي واحد يجي يعني شيخ ويفتي ويستفتى، وهذا يحتاج إلى ضابط، وهذا الضابط لا يضعه إلا ديوان الوقف السني في هذا الموضوع، وفيه دراسات كثيرة يحتاج إلى دراسات. وطبعا يعني جرى العرف دكتور، وأنت أعرف من عندي قضية الألقاب التي يعني تسبق اسم الشيخ. نعم نفس يعني هاي نفس دكتور اسمح لي هذه نفس. هو أنا لدت أسألك أولا عن موضوع التاريخي، يعني أنت من تنظر مثلا في كتب التراث الإسلامي تجد أنه قبل اسم الشيخ ربما تلاميذه، طبعا في الغالب هذه معروفة أنه تلاميذه من يكتبون عن شيخهم يعني يطلقون عليه كثير من الألقاب، ربما بعد موته حتى مو في حياته، لأنه أغلبهم في حياتهم هم علماء أجلاء، ما يقبل أن واحد يمدح بهذه الألقاب الكثيرة، كأنه تنافس بين المدارس وكذا. اليوم ربما إحنا ورثنا هذه العادة دون النظر في عواقبها، يعني هذه كثرة الألقاب، أنت ذكرت حضرتك قضية أنه نفس وقضية أنه هذه فيها سلبيات. يعني هذه مع الأسف اليوم أصبحت شغل شاغل كثير من الرجال والنساء، يعني موضوع الدال، موضوع الأستاذية، وموضوع الترقية. طبعا احنا خلينا نكون واقعيين، الأغلب يعني لا بأس يريد أن يرقي الحالة المعاشية، لا بأس بهذا الأمر ولا بأس، احنا ما نغبن البعض، يعني هذه درجة فيها بحوث وفيها مناقشات وفيها حقيقة ملكات جيدة لا بأس. أما أن تكره أن أطلق عليك كلمة حسين إلا قبلها شيخ أو دال، أو لا أرضى تجد أن تكتب نفسك حسين إيه؟ لأن أجد نفسي في كلمة الشيخ وكلمة الدال، يعني هذه مشكلة. هذه نفس صحيح. كل التخصصات يكتب همزة واسمه، أو يكتب المهندس واسمه، أو الطبيب واسمه، أو بعض الأحيان حتى ما يكتب بس اسمه. إلا الشريعة الإسلامية، جماعتنا في الشريعة الإسلامية يكتب الشيخ وألف ودال، أو هسه بالجديد جاية حتى على الفيسبوك من يسوي حساب زعم على أساس هو يعني عنده ترقية وكذا، يكتب الشيخ ألف ميم دال أستاذ مساعد فلان فلاني. طبعا حقيقة الناس ما تحتاج هذا الشيء يعني أصلا، يعني والله يا أخي ما نستطيع نخليها إلا في خانة النفس يعني ويا خانة تخليها أنت الفيسبوك أخي، يعني اكتب اسمك، اكتب شيخ. أنا أحكي لك رواية دكتور، شيخي الشيخ حمزة رحمة الله عليه كان مفتي الأنبار، مفتي الفلوجة، فبعض الأحيان تستعصي عليه فتوى قبل ماكو موبايلات واتصال، يكتب الفتوى ورقيا إلى الشيخ عبد الملك حفظه الله، فكنت أنا أكتب له الفتوى، فبالأخير أكيد راح تكتب الشيخ حمزة عباس العيساوي. يوم من الأيام كتبت الشيخ بالقلم جاف، ما يرضى، قال لا أمسح. تري ماكو مسح للقلم جاف، تعيد الورقة من جديد، أدنى الورقة من جديد. قلت له ماذا أكتب يا شيخ؟ قال أكتب حمزة عباس العيساوي. والله يا دكتور كان لا يقبل ولا يرضى أن في كل فتوى تكتب له أن يكتب له الشيخ. طبعا مو تصنعا، مو من باب على أساس حتى يبقى، هو هكذا أخي، هذول ناس داسوا على نفوسهم. يكتب حمزة عباس العيسى وبقى مفتي للفلوجة، وكثير من العلماء يعودون للشيخ حمزة، وكان الشيخ أيوب الخطيب رحمة الله في سامرة يرسل إلى الشيخ حمزة، ومشايخنا في الموصل يرسلون، وهو كذلك يعني. فأقصد كان يعطونا دروس في موضوع الاسم والتواضع، دروس عملية حقيقية في مثل هذه المواطن يعني. جزاك الله خير الجزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن تكون نافعة ومفيدة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير الجزاء دكتور، الله يكرمك. أنتم أعزائي المشاهدين الشكر موصول لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.